شكرا عبد العزيز على الدعوة. فرحانة برشا بوجودي هنا. ما نعرفش منين نبدا. الياس ردتني كلني احاسيس ومشاعر، ما نعرفش كيف باش نجم روحي. اما بون باش نحاول نبدا كيما الياس. طفولتي ما كانتش في تونس، كبرنا في الخارج. احنا من بني خلاد. الوالد كان يخدم، عنده وظيفه حكوميه، كان ديتاشي في الخارج ما بين برنامج تعاون بين بلدان. حسيلو كبرت في الامارات، ومن بعد مشيت قريت في امريكا، تخرجت كانجينيور بميديكال. ووقتها حبيت نرجع نعيش في تونس، خاطر حسيت لي عمري ما عشت فيها، وقيت باش نمشي، معناتها كنت في عمر يسمح اني نكتشف بلادي. اما كانت اصعب قرار في حياتي. على خاطر بون تنجموا تعرفوا في العمر هذاك واحد مازال كيتخرج ما عندوش صحاب، وما قريتش فرنسي. لليوم فرانكوفوب. اما في تونس كي واحد ما يتكلمش بالفرنسي يقولوا له ليبي، انت ليبيا. كان بالحق، معناتها كانت مرحله صعيبه برشا. مي بون ما كنت ما نجمتش نعمل ياسر حياه اجتماعيه وقتها. اما ما حرثت على الاخر، حطيت وقتي الكل في الخدمه. والخدمه اللي خدمت كمهندسه معدات طبيه، يظهر لي ركبت ماكينات في كل سبيطارات تونس. ومن بعد الشركه العالميه اللي كنا نخدموا لها في تونس عملوا لي اوفر دومبلوا باش نخدم في المانيا. فطلعت لالمانيا، خدمت في المانيا 4 سنين، وكانت اكسبيريونس كبيره برشا، على خاطر كنت بزنس ديفلوبمنت مانجر، كنت برودكت مانجر، خدمت برشا مع الار ان دي. فكنت كانجينيور بطبيعه كانت مرحله حلوه برشا. اما قد ما كنت نتقدم في الكارير، قد ما كنت نحس اللي مش فرد احساس اللي تخرجت به. كي تخرجت مهندسه معدات طبيه حسيت اللي باش نخدم، نحب نكون انجينيور، ما نحب نكون حاجه تعطي للمجتمع. اما من بعد كي تخدم في ملتي ناسيونال تكتشف اللي الهدف هو انك تزيد الصفار. فبدا معناتها بدات الخدمه ما نحسهاش ياسر. معناتها بدا معناتها في الكارير كنت عامله جو، تبقى بيني بين روحي ما كنتش ياسر عامله جو. فقررت اني نبطل ونرجع لتونس. بطبيعه كي كلمت امي قلت لها باش نروح، قالت لي ليش مروحه، الناس تحب تهج وانت تحب تروح. دونك روحت، حليت سوسيتي اسمها بلو فيش، خاطر نحب الازرق ونحب الحوت وما نعرف شنو باش نعمل. اما نعرف اللي ما نحبش نرجع للحياه الملتي ناسيونال. نعرف اللي عندي برشا فرستراسيون نحب نواجهها، ومن الفرستراسيون اللي عندي هي كما كان يقول الياس، شنو علاش زايدين علينا، معناتها علاش هما يصدرونا واحنا ما نصدروا لهمش، علاش كي يجيونا توريست نحطوهم في وتلة وتيلة حتى يظهروا للبلاد، علاش احنا واو، علاش ما نشوفوش رواحنا واو، علاش كان الحاجات اللي جايه من برا واو. فهذوما الكل ما كنتش نعرف كيفاش باش نعملهم في وسط سوسيتي. اما كنت في بلو فيش كلني طموح اللي انا باش نخدم على الفرستراسيون هذوما. اول ما خديت الباتين ده ساعه يلزمني اقول مشيت قيدت في السجدي. وقتها عبد العزيز كان بريزيدون، لليوم نعيط له مستر بريزيدنت. اما السجدي عرفتني ناس كيفكم، معناتها حلت لي برشا بيبان، وتعرفت على ناس اللي كانوا في معناتها في مرحله في لونتربريز نتاعهم كيفي، وكان حلو ان واحد يحس اللي هو ماهوش وحده. اول ما بديت بلو فيش بديت نخدم، حبيت نصدر حاجه من تونس. قعدت ياسر، عديت مرحله طويله نتاع ضياع وافلاس. ومن بعد بديت نخدم على الاختزانه. قررت اللي الاختزانه نتاعنا اكيد فما دوموند لبرا،
واما لي زارتيزان ماهمش باش ينجموا يواجهوا السوق العالميه، وانا بالكشي عندي الخبره نجم نعطيها. فكانت مرحله مش ناجحه ياسر، اما من بعد اكتشفت بعد تقريب نص عام تقريب 8 شهور فما واحد صاحب خويا قال لي اللي تعمل فيه هذايا يلوجوا عليه الفاماكس، برمشي للفاماكس. مشيت وقتها الفاماكس اللي هي اليوم هي في السيبكس، قالوا لي عندنا بروجي باش نطوروا الارتيزانات نتاع تونس ونساهموا نحسنوا في تصديرها في لفرنسا. خذيت رخصة في مهنة تعاطي مهنة مستشارة في التصدير، وبديت نخدم على مع الحرفيين في مناطق برشا مناطق في البلاد باش نحسنوا التصدير نتاع المنتج نتاعهم. ومن وقتها بدات رحلة طويلة ياسر. الرحلة من الأول هو معناتها كاش نصدروا البرودوي، ما يتصدرش على خاطر الارتيزان مش متمكن من سومو، عامل ديزاين غلط، دونك هات نوخروا التالي، هات نعملوا له فورماسيون. نعملوا لي فورماسيون، معناتها وليت نعمل لي فورماسيون كيفاش تحسب سومك، كيفاش تلقى حل الامبلاج، كيفاش توصل مش مكسره. ومن بعد وليت باقي نحس اللي يلزمني نعمل حاجه اخرى، يلزمهم تسويق خير. وحاجه ياسر كانت تعز عليا اللي ما فماش في العالم، معناتها ما فماش براند لتونس، معناتها كي ساعات كي تشوف تصويره تحسها اللي هي معناتها براند ستيل هندي او ستيل مغربي، اما ما فماش ستيل تونسي. فهذه ولات حاجه تكبر ياسر في مخي، وليت حاسه زاده اللي يلزم البرودوي نتاع المنتج الحرفي يلزم يلقى فضاء انه يظهر فيه خير كبرودوي. من هنا جات فكره الميزون دوت. فوليت ياسر نحب نشري دار قديمه، ونتفكر كان فما انونس في الجريده الدار للبيع في المدينه العربي، وكيما برشا توانسه كنت نستخيل اللي المدينه العربي تبدا في باب حر وتوفى في جامع الزيتونه. ومن بعد كي شفت الانونس في الجريده اكتشفت اللي فما بارتي كبيره اخرى من تالي اللي عمرنا الناس عمرها ما تمشي لها. فزدت حسيت اللي يلزم نعملوا حاجه غادي. نتفكر اول مره دخلت للدار اللي كانت للبيع اللي هي عمرها 300 سنه، مش نقول حاجه تضحك، معناتها حسيت الدار قاعده تحكي معايا. فما برشا حكايات، فما برشا حرفيين، اللي عمل الزليز، اللي خدم الاحجار، اللي خدم اللوح، فما برشا توانسه عبر العصور اعطاو الطوش نتاعهم. وزيد الدار هي عمرها 300 سنه وفرد عائله عاشت فيها، فزاد الدار معناتها عاشت اعراس وموت وولاده واخوات تعاركوا وبرشا حاجات. فالدار عندها برشا حكايات شفتهم اول ما دخلت وحسيت اللي هذه هي يلزمني نعمل فيها حاجه. برشا تكربيس مش لازم نقول لكم عليه باش نجمنا شرينا الدار. ومن بعد قعدت 7 سنين وانا نرمم فيها. علاش 7 سنين؟ مش على خاطرها معقده في الترميم، اما على خاطر نحط شويه فلوس في الريستوراسيون وين ما نجم. وزيد الريستوراسيون كانت وقت الثوره، فساعات ناس ما تحبش تجي تخدم، ناس ساعات ما تلقاش ماتيغ بروميير، اما وصلنا. وهذه معناتها كل واحد عنده طريقته باش يساهم في الثوره، ويظهر لي كلنا كملنا خدمنا وهذه طريقتنا باش احنا زاده نساهموا. كملت الدار ولا مشروع اسمه دار بن قاسم بالك شي تعرفوه، ومعناتها بالحق فيه برشا حاجات نحب نحكيهم. معناتها نحب الناس تعيش في امبيونس تونسيه 100%، نحب كي يخرج من الدار يشم الجيران شنو طيبوا، يشوف ولاد ماشيين ليسي، شوف واحد مروح الباقيت، هذه تونس. هو مشروع مجتمعي، معناتها كل ارباحنا نعود نستثمرهم في المجتمع. فدار بن قاسم كمشروع معناتها مجتمعي، كل ارباحنا عودنا رممنا بهم دار ثانيه، وفي نفس الوقت معناتها ساهمنا في برشا شباب اللي جيونا يحبوا يعملوا مشاريع ثقافيه في المدينه، نحاولوا ان احنا نساعدوهم. ساعات ما عندناش فلوس باش نساعدوهم، اما الوان نساعدوهم بالسباس، او اذا كان يحبوا يجيبوا حد نسكنوه بلاش، او نعملوا دي زيفينمون عندنا. فاليوم دار بن قاسم ولاو زوز ديار،
عنا 6 سنين نخدمه. جاونا 67 جنسية على تريب أدفايزر ترافلرز تشويس أوف ذا يير 4 سنين ورا بعضهم. اللي يخدموا في دار بن قاسم كلهم من الكوميونيتي نتاع المدينة، واللي فورنيسور نتاعنا زاد كلهم من المدينة. فنحاولوا نحنا نساهموا في اقتصاد مشترك، وقد ما نجموا نخدموا مع الحرفيين، مع تقاعدين نحاولوا نخلقوا فرص اقتصادية للزاختيزون اللي دايرين بينا. معناتها تنجم تاخذ بيت وفطور، أما زادة تنجم تعدي نهار مع كاليغراف وإلا نهار مع بلغاجي. فنحاولوا قد بالإمكان أن احنا نخلقوا اقتصاد مشترك في مع المحيط متاعنا. نجم نقعد نحكي برشا ما يظل يزي. ليلى ميرسي. بيه اوكي ليلى اسمع، tu as un vécu extraordinaire, c'est un exemple à suivre parce que كيما قال قبيله الياس اليوم notre force c'est notre solidarité et c'est aussi l'objectif du club des entrepreneurs, c'est d'essayer de mettre de la solidarité entre les gens. بيه نحب نسالك انت في تبارك الله اربعه، vous êtes 4 deux frères et deux sœurs والكلهم super brillants. كيفاش نجم تخرج منهم وانت عملت درب القسم وانت عملت درب القسم حتى واحد ما عمل؟ كومون سا سي باسي؟ كيفاش انت ماكش اصغر واحده في العمر؟ اكبر واحده، اما اقصر واحده. اكبر واحده واقصر واحده. حتى انا عندي نفس المشكل في العائله راهو. كومون سا سي كو 4 تبارك الله عليك tu as construit درب القسم alors que les autres الكل تبارك الله ناجحين. Et tu es la meilleure. Pour moi, tu es la meilleure. Et comment ça se fait? Très rapidement. هو ما يظهرش، معناتها ساعات الناس ما يعرفوناش حتى اللي احنا خوات، خاطر ماناش فرد دومين. سبق كلنا مساهمين مع بعضنا في اللي نعملوا فيه كل. بيعطينا بالاسم خوك لي دو فخير سي؟ دونك حازم وامير. حازم وامير، حازم كاسكي فيه؟ حازم انفستمنت بانكر في لندن. وامين؟ وامير بن قاسم بنكاجي زاده في لندن، وهو الفاوندر نتاع الترا ميراج كورس 100 كيلومتر في توزر. اي تا سور؟ اميره بن قاسم زاده هي في لندن، عندها سوسيتي صغيره تعمل جيستيون نتاع ليموبيلي. سوبر.